بلشت حلقتنا اليوم وفي فرح من قبل الهوى لأنه في أخت لنا أنا وماريان كتير 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 منحبها ومرقت أشهر أو سنين على سات 7 دير جيسي وبكتير بروغرامات يعني بدي أقول لك هاي هاي يعني نطرنا نطرنا واليوم بلش الحلقة مبسوطين كتير أنا مبسوطة أكتر بس هيك حابين أول شيء نعرف المشاهدين شوي تعرفينا عن حالك وعن نشاطات اللي هلأ عم تعمليها صح أنا جيسي تعمي مستشارة علاقات زوجية أكيد مثل ما كلكم بتعرفوا أنا كتير كتير مبسوطة فيكم على فكرة لأنه حاسة حلمي عم بيتحقق من خلالكم نشوف كابلز مثلكم عم بيمجدوا الله بحياتهم اللي عم نعمله أنا مش بس بساعد كابلز نحن مندرب ناس على أنه يكون زواجاتهم منيحة من خلال بروجرام اسمه أنا أختار نحن أو I choose us فهذا البرنامج رح نحكي عنه كتير هلا ورح تشوفوا كتير أشخاص يمكن عمل معهم وفرق كتير بحياتهم حلو يمكن لتضيف لي معنا يهنا اليوم ضيوف دربتون أنت وزوجك مفيد ومنشوف عن جد اختبار حياة رائع اليوم رح تعرف عليهم أكتر ورح تشوفوا كيف الرب دخل بحياتهم وغير حياتهم وقلب حياتهم ناطرين أكيد المسجز تبعكم على واتساب أو على فيسبوك تنصلي لكم جيسي أكيد رح تكون معنا تقرأ الرسائل وتجاوب عليهم جيسي بدنا نعرف شو سؤال الحلقة اليوم صح مثل ما الكل صار عارف على الفيسبوك هي شو أولوياتكم ككابل وأكيد بليز ما بدي الأجوبة المثالية بس بدي أقول شو أولوياتكم كزوج وزوجة بالحياة رن الجرس ضيوفنا نفتح لضيوفنا لكن بدي أقول إنه نعطيك الاتصالاتكم وخلينا هيك تنحضر قعدتنا وجيسي تحضر للجوابات نبلش حلقتنا من قلب للقلب حبيتك وابتدت قصتنا نطرتك لنعيش سوا فرحتنا حبيتك وابتدت قصتنا نطرتك لنعيش سوا فرحتنا بالأفراح وبوقت الضيق رح بتكون أقرب صديق مرة بقول إنه هيدي أحلى قاعدة من القلب للقلب لأنه مش معقول الرب باعت كنا عم نقول جنود لإله جنود السلام جنود المحبة الكابلز اللي معنا جايين اليوم يحكوا انتصارات بحياتهم مثل ما نحن عم نحكي وتحديات نحن بعدنا بنمرق فيها بس شو يسوع عم يعمل معنا دايما تنكمل بيتي وسعيد بيتي لإلي بعرفها من زمان كمان رفيقة لإلي ولماريان تعرفنا عليهم من كنيسة جيسي سعيد اليوم تعرفت عليه تحت الهواء رح كتير هيك نكون مبسوطين سوا هيك حابب الناس عم بيشوفوكم بس تعرفوا عن حالكم كعائلة كشو إذا حدا بحب يقول شو بيشتغل أو اسمي بتي أنا ست بيت أم عندي ثلاث أولاد مجوزين أنا وسعيد لنا 16 سنة واو. سعيد سعيد مع ماري جوزة ربيتي كان عندنا ثلاث أولاد بيشتغل كهرباء تعال الكهرباء okay. صار 16 سنة مجوزين كتير حبيت شغلة ليه اللي بيفتخروا فيها قلت ست بيت وبعرف قديه أنت متسقفة وعندك شهاداتك بس شو هالفخر أنت وعم تقوليها بتعرفي أنا بقول يا ريت حدا بيقول هيك لأنه ماريان أخذ قرار مبدئيا سنة الجاي انه تكون تقعد مع اولادها ونربي اولادنا لانه هو الاهم بس اي متى اخذت هذا القرار بس اجوا اولادك بس خلي ابني واو. بس خلي ابني كيرت حسيت انه هيدا اهم مهمه لإلي انه تعلمت everything بس كل شيء بحب اعمله انفستمنت استثمار باولادي حلو وما ندمت على قراري يعني قد ايه قاعده بالبيت بحس
يعني عم بنبسط بتربية أولادي، ما مش ركض الوقت معهم، بلتز بقعدتي معهم وبتعلم كثير منهم، يعني علموني كثير اشياء. حلو، هيدي أهم رسالة اليوم لازم يسمعوها الكل، خاصة بلبنان، لأنه يعرفوا إنه قديه الأم افتقدت من البيت والبرستيج بس تعوا نطلع نشتغل تنحقق ذاتنا. بيتي فيها تعملكم محاضرات، أنا حاضرها بثقافتها وبشخصيتها وهيك، بس القرار اللي أخذته رائع. رح نروح هيك نرجع لأول مرة اجتمعتوا تحت سقف واحد ونتذكر الليلة اللي كنتوا فيها بهذا العرس الحلو، رح نشوف المقتطفات سوا. عن جد من القلب عم بتطلع 16 سنة بس تشوفوا هول الأشياء، واو شو هالشيء الافتخار، بيفتخر لأنه قليل الناس ما بقى يضاينوا سنتين مع بعض، بقى هيدا افتخار. بس هيك تنرجع لأول فترة أنتو كنتوا فيها، هيك تعرف الشخصيات، أنا مين البيتوتة أكتر وبحب هيك يرتاح ويرخيها بالبيت؟ هيدا أنا سعيد. أنا عم بتطلع فيك عم بعمل هيك لأنا عارف لأنه هيك بيكملوا بعض. ايه والاكثر بحب يتسلى والاصحاب ودائما ثياباتي انا. بس بدي هيك اعرف، هل هو مثل ما بيقولوا الناس الفرق مهم لان بيكملوا بعض، او هو بيعمل مرات تحديات بين اثنين؟ بصراحه الفرق اذا كان مبني صح ما بيعمل بروبلمز، بس نحن ما اخذنا بعضنا وكنا بالايمان. سو هيدا عمل ديفرنس، لانه انا كنت كثير بدي اعيش وبدي اسهر وبدي اسافر، وسعيد بهمه ياسس عائله ويفكر لبعدين، سو هيدا خلق كثير خلافات انا وياه باول مرحله من زواجنا. سعيد انت هيك بتحس كمان؟ ايه كانت فتره صعبه اول فتره، لانه انا من النوع اللي بحب اسس عائله، يعني بحب يكون عندي اهتم بالاولاد، يكون عندي بالبيت، هلا مش انه ما بحب اظهر، كنت بحب اظهر، بس هي كانت اوفر يعني بشوي، انه بدها عندها كثير متطلبات برات البيت، انا من نوع بشتغل وبتعب يعني، سو بحب اقعد بالبيت ارتاح، خلق كثير كونفليكس بيني وبينه. بس سوري بس انا مأكد انه هيك عم شوف، مثل ما انا وماريان انا شوي موتور وهي انا بقول الصخره، وقالت بيتي الصخره اللي يسوع فيها، يعني يسوع هو صخره لحياتنا، وبيتي قالت شيء كثير مزبوط اللي عم يسمعه هلا، لو كان ما في ايمان بحياتنا وقت تجوزنا كان هيدا الشيء عمل خلاف رهيب. بس قدي أنا اليوم من أقوى الأشياء اللي أنا بشوفها بحياتي، بس يسألوني ماريان بقول لهم هي الصخرة تبعي، أنا بينهزوا إجري لأن هي البالانس، هي الميزان. بقى بعرف أنه اليوم أكيد رح نحكي عن اختبار الرب بحياتكم. هلأ بدنا ننتقل عند كوبل فريش بعده مزوج جديد، وهيك فيهم الفرح وفيهم الانرجي الحلوة، الطاقة الحلوة. عرفونا أكثر عن حالكم. بلش أنا، صار لنا سنة ونص مجوزين. مش شو اسمك؟ دانيلا رحباني. سعد. أنا بشتغل سبيتش ثيرابيست بمدرسة وحضرتك. أنا اسمي علاء سعد، وصار لنا كمان مثل ما عرفتوا شي سنة ونص مجوزين وبشتغل اي تي. طيب هيك لأنه بعدكم طازة، بعد القصص عم بتصير جديد معكم بالحياة، فيكم تعطونا لمحة سريعة عن كيف تزوجتوا؟ يس بدك بلش؟ هلا انا صراحه من يعني من فتره كثير، يعني تجوزنا سنه ونص، بس قبل ما نتجوز ما كنت افكر ابدا انه بدي اتجوز. ليش؟ من عدة اسباب. من الاسباب انه بعائلتي في خلاف يعني بين ماما والبابا، يعني بيحكوا مع بعض بس ما اتفقوا. وبلس لانه كمان اختي خليت عندها حاجات خاصه. سو هول الشغلتين كثير خلوني انه فكر نو واي نو واي، يعني ما بفكر حتى اتجوز، كنت كثير خاف وكان عندي مشكله انه اوثق برجال انه اتجوز. بس الشيء اللي فرق معنا مثل ما قلت بتي انه بس بالايمان عن جد تعرفت على الله مزبوط مين هو شو عمل كرمالي، نظرتي تغيرت وحتى تعرفت عليه بالكنيسه يعني. حلو. وبلس مش انه بس تعرفت عليه، عن جد شفت انه هو كمان عم بيعيش الشيء اللي عم نقري يعني. هذا كثير فرق معي.
واو شو حلو. طب من هيدي القصه الحلوه خلينا نروح على صور او فيديو بجسد النهار اللي اجتمعتوا فيه تحت سقف واحد. حلو. كنت عم تذكر شيء عن التحديات اللي عاشوها أهلك بالبيت، هل حسيت أخذت شيء من مخاوف معينة بتخلق عنا من وراء ما نشوف هيك؟ يمكن أهلنا هن مفروض يكونوا مثالنا الأعلى، هل في تحديات جبتها معك على زواجك أو مخاوف وكنت منتبهتي له؟ صح، يعني من دون ما توعي إنه في إشي بتاخديها معك بالزواج بتبين أكتر. يعني قبل ما كنت أفكر إنه ممكن من هالإشي، إنه كنت كتير خاف من فكرة الخيانة، بس لأنه شيء فينا أنا وعلاء وحتى بالمجتمع إحنا فيه وبالكنيسة إحنا فيها كتير في openness، يعني نحكي كتير عن الأشياء اللي عم نمرق فيها، شو عم يعني كتير بنحكي أنا وياه نتواصل. الأشياء اللي خفت منها إنه أنا وبعملها كتير من الأوقات إنه كون مني عم بحترم علاء، يعني لأنه مثل بطريقة ما بدي دافع عن كأنه حقوق المرة. فحسيت كتير أوقات نمرق بهيدي الفترة إنه أنا بدي أعطي رأيي وأنا بدي أحكي وأنا بدي أعمل، وأوقات كتير بطريقة غير يعني مش بقصد بكون عم I'm disrespecting him، يعني ما بكون عم بحترمه. بدي أشوف علاء كيف كانت تتفاعل أو كيف كانت تكون ردة فعلك بهيك مطرح، أنت وعندك براسك هي الباك جراوند أو الخلفية اللي جاية منها. لك بالأول صعبة كانت، يعني قد ما تكوني تعرفي عن الشخص مش دغري رح تفكري بالباك جراوند تبعها وتاخديها بالأحضان، يعني سو طبيعي كمان أنت ردة فعلك مش دائما رح تكون متفهمة، لأنه أنا طلعي كمان على ماي باك جراوند أوريدي جاي من a lot of insecurities، a lot of عدم أمان كمان بالخلفية تبعها. أوكي. سو عندي كان كمان مشكلة بقصة الاحترام وهيئة الرجل إنه هيبته. So whenever كان يصير في هيك small conflict أو حس بي small conflict أو شيء دغري nature تبعي تطلع إنه لا بدي برهن إنه أنا الرجال وأنا الخبرية. So نبقى at the end عم نكبس زرار على بعض ومش فاهمين، يعني مش دايما افهم her background أو دغري تطلع. So صعبة كانت بالأول. من تحديات أول سنة كمان رح أرجع لعندكم، مش للتحديات هون عم غير أسئلتي حسب أنتو شو عم تشوف هلأ. أكيد كان في تحديات مثل ما قلتوا بأمور معينة، أنت بتحب تتسلي أكتر هو أقل، أوكي، بس شو لفتك ببيتي؟ لأنه قبل ما نوصل للتحديات في إشياء أكيد نعجبت فيك كتير وأنت نعجبت فيها، شو لفتك؟ هي حبها للحياة، يعني أول شيء كان كتير شيء very active، يعني بالوقت اللي أنا كنت رايق كان يعني هي العكس، وانا بحب اكيد بحب فيها. هلا وقت صرنا بالبيت غير شوي الكونسبت لانه صرت مضطر، ما بعرف في شيء بيكون بالخطبه قبل بعدين بصير بالزواج بتغير، فهون بتصير فتره الركود بتصير فتره المشاكل. بس الاشياء اللي كنت حبهم فيها هن كانت كثير اكتيف، كانت تحب الحياه، متعلمه، لفتتني بكثير اشياء. واكيد عجبتك لانه مرات بننسى. لا لان مزبوط انه هيدا كلهم بيمرقوا عنا ما بينتبهوا، بس في كثير مهمه لالي لو نحن مؤمنين مش ناخذ بس هيك بنت مؤمنه. لا ما كنا بعد ايه، وانا عم بحكي ايفن هلا يمكن اللي عم يسمعنا، لان مرات بيوقعوا بمشكله المؤمنين انه منيحه بتحب يسوع، لا الرب اعطانا بدي اعشقها وبتحب يسوع. بيتي باول سنين الزواج شو كان في اشياء حلوه وشو لفتك نظرك فيه تا انت صرتوا تحت سقف واحد؟ انا سعيد كثير في اشياء لفتت لي نظري فيه. الالتزام، شفته شخص ملتزم، يعني كان يفكر فيه. نحن وديت ظهرنا مع بعضنا فتره، كان اول حب لي، وبالفتره واو. اللي ظهرت فيها انا وياه كان كثير، مثلا بتذكر علمني السواقه وتركني، انه كان يتفشني لحتى اكون، كنت كثير ضعيفه، يتفشني انه اكون متكله على حالي ويلحقني كل الطريق انا مش عارفه انا رايحه سايقه ومرعوبه. كان يقطع الطرقات يعني لدبي ويعلق بعشقه السير يكون ناطرني مخبى علي. شو هالشخص انت هلا عم تعرف عليه؟ لا عن جد قويه كثير شخصيتي، كنت شخص كثير نيجاتيف،
هو خلاني انه يعني سلبيه مش ايجابيه، كنت سلبيه، خلاني انه لا شوف الايجابي، حارب للي بدي اياه. وحتى اللي كثير اثر فيي انه انا تعرفت عليه كان عمري 16 سنه. واو. فت على الجامعه ما كان يقبل يظهر معي، قال لي عيشي حياتك، لانه انا عم فكر لقدام، مو بدي بنهار تجي تقولي لي انا حرمتك انه تعيشي نورمال. سو كنت اظهر واعمل كل شيء، هو كان البروتكتيف، الحمايه، دايما ينطرني لارجع. انا كثير اشياء علقتني فيه، غطى كثير حاجات. حسيت يعني مع انه كان في كثير ناس بدها تظهر معي وتكون معي، بس حسيت انا مثل سعيد ما رح لاقي هالصفات اللي منا موجوده بالرجال. انه بتخيل انه كان عنده صفات كمان بي، صح مش هيك؟ صح. وما بعرف هلا ما رح فوت بالطفوله وهيك، بس مرات يمكن الانسان يمكن غطى هالاحتياجات. بس لفت لي نظري شيء كمان، قد ايه مرات بنحكم وقتها بنسمع ناس بحبوا هايبر ويتسلوا وهيك، بس قد ايه كانت انه قلت اول حب انصدمت لانه فيها تقول انه تعرفت على اشخاص، لانه الانسان دائما بحطوا عليه مثل شيء بيحكموا عليه انه اللي بحب كثير يسهر ويتسلى، يعني هو شايف كثير اشخاص بحياته. بقى هيدي كمان نقطه كثير مهمه تالناس ما تحكم. رح نروح لكليب صغير ونرجع على حديثنا الرائع. من لكن رح نرجع هلا عند جيسي ونرجع نذكر بسؤال الحلقه، وهيك نبلش نحكي كمقدمه عن موضوعنا لليوم. صح، سؤال الحلقه لليوم مريان، مثل ما الكل صار بيعرفوا، شو هي اولوياتنا ككبل بالحياه؟ هلا دائما بصراحه، وكلنا من يعني اول شيء بيخطر على بالنا هو الجواب المثالي اذا بديك، لانه القلب صح، لانه القلب عن جد يعني انا اول ما بتساليني بقول لك مفيد جوزي او بقول لك ولادي، طبيعي انا اقول هيك. ولكن الدراسات فرجت اوكي، لانه مش مهم انا شو بحس، انا دائما بقول لهم النوايا الجيده مش هي اللي بتعطينا نتيجه، هي الافعال اللي بتعطي نتيجه. في يكون نيتي كثير منيحه بس اللي عم بعمله ما عم بيكون عم بيدعم الشيء اللي انا عم بقوله. دونك لنقدر نعرف نحن هيدي الاشياء بطريقه كثير شوي عملية وعلمية إذا بديك، دراسات فرجت، اللي دراسات انعملت لخلال 20 سنة ودراسات عالمية فرجت أنه الكوبل أو الرجل والمرأة الأولويات تبعهم، هي الرجل أول أولوية عنده، شو برأيك مريان؟ الشغل، شغله مظبوط. تاني شغلة يلا، تاني شغلة تسليته بركة، برافو شفتي هواياته. تالت شغلة، تالت شغلة العائلة، ولاده، ربع شغلة، ومرته، بعدين زوجته. اوكي، هيدا ما عدا اذا بيجي اشياء ثانيه. والمراه طلعت اولى، ولو اول اولويه عندها ولادها. ولادها صح. ثاني شغله زوجها، شغله ايه
بيتها زوجها. دونك هيدي دراسات ما نحن مش عم نمزح هون. وبسبب هيدي الدراسات مريان اليوم اعلى نسبه طلاق من تاريخ تقريبا ما نحن لهلا، نسبه بتخوف بكل دول العالم. كنا نقول بدول العربيه ما في طلاق لانه نحن مجتمع شرقي ومتحفظ، اول بلد بالعالم بالطلاق وبيأسفني اقول هيدا الشيء هو مصر. واو. خاصة أنه نحن بهالفترة نحن هونيك بمصر مثل ما أنت بتعرفي مريان، وأنا وجوزي اللي تقل على قلبنا نروح على مصر هو أنه شعرنا في احتياج كتير كبير هونيك، مشان هيك حسينا أنه لا نحن ممكن نقدر نعمل فرق بالناس هونيك. سو اللي أنا عم بقوله نسبة طلاق كتير عالية، وهذا بيخلينا نشوف ليش لازم نسأل ليش دايما. إذا واحد مريض بيروح عند الحكيم بده يشوف السبب، ما بياخذ دواء ادويه هيك. سو شو الاسباب؟ الاسباب انه الزواج منه اولويه. واو. منه اولويه لا عند المراه ولا عند الرجل. والدراسات كمان فرجت انه الكوبل او الزوج والزوجه بيحكوا مع بعضهم تواصل جيد فتره يمكن 10 دقائق باليوم. واو. وهيدا منه جيد. هو المطلوب مينيموم. رح اسالك انا السؤال مريان، لنقول اذا انا بقول لك بدك تحضري لهالبروجرام بعشر دقائق، اوه ما بتزبط. بدك تربي ابنك بعشر دقائق، كوارث. بدك تشتغلي بعشر دقائق، نو واي عشر دقائق حدا يعمل استثمار عشر دقائق بشيء ويعطي نتيجه. yes. كيف بدي اعطي عشر دقائق لزواجه ويطلع نتيجه؟ مشان هيك انا بقول الزواج بده شغل. سو بليز كل الكابل اللي شافون معكم بالحلقه وكل الكابلز رح يشوفون وكل الزواجات الناجحه ما اجت صدفه، ما في شيء اسمه هوب طب اهلي تجوزوا خلقنا بكنيسه زواجاتنا منيحه، لا الزواج بده شغل كنا مؤمنين او غير مؤمنين. الزواج بده شغل والزواج بده مهارات انا لازم اتعلمها. مظبوط. هيدا بيخلينا ننجح. والشيء اللي حابه اساله إذا أنا اليوم بقول لهم للمشاهدين، رح أحكي مع المشاهدين، إذا بقول لهم إنه أنا اليوم عندي حبة دواء سحرية طلعت من عندكم أول مرة من برنامجكم رح أطلقها. أوكي. هيدي الحبة إذا أخذتوها زواجكم بصير أفضل، صحتكم بتصير أفضل، إنتاجيتكم بالشغل بتصير أفضل، أولادكم بيربوا رائعين. واو. في حدا ما بياخذها هيدي حبة الدواء؟ الكل بلش الاتصالات الجهة. عن جد الكل بياخذها. سو اللي عم جرب اقوله انا انه هالحبه الدواء هي الزواج. واو. اذا زواجنا كان منيح متين، حتى الدراسات فرجت، انا بعرف انه هذا بروجرام مسيحي بس انا ما بدي بس احكي مسيحيا. أكيد. انا بدي احكي دراسات عالميه صارت لعالم اكثر من 20 سنه عملوا دراسات، حتى السايكولوجيست هلا كل علماء النفس وكلهم بيحكوا انه مقومات العائله الصحيحه الصحيه هي انه يكونوا عايشين زوج وزوجه بعلاقه زوجيه صحيحه وناجحه. هيدا بيطلع عائله ناجحه. سو اللي انا عم جرب اقوله الدراسات بتفرجي انه المشاكل الزوجيه للاسف نحن بناخد علم على كل شيء، اوكي بنتعلم على دارسنا بس ولا مره حدا اجى علمنا على الزواج. yes. انه العلاقه الزوجيه هي من اكثر العلاقات المدمره. ما فيني افصل انا العلاقه الزوجيه عن شغلي. والدراسات بتقول انه الاشخاص اللي عندهم مشاكل زوجيه بالشغل، اوكي الانكم او 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 مر او طريقه شغلهم انتاجيتهم قلت كثير لدرجه انه خسرت الشركه تقريبا 10%. واو. سو بامريكا والدول المتحضره كثير عم بيعطوا كثير هلا اهميه للزواج وللعيال، بشكل انه حتى الاوفر تايم صاروا بخففوه وصار. واو. في كونسلر بقلب الشرك حتى ليه؟ لانه اذا الزواج سعيد انتاجيته الشخص رح تكون اكثر. حلو كثير. بينما ممكن اذا في مشاكل زوجيه نقعد بشغل كثير وقت بس هذا ما يعني انا عم بنطر. yes. الصحه، اوكي لاحظوا انه قد ايه الرجال بتعمل بالقلب، بيعلى الضغط، ضغط الدم عندهم. بيعملوا كرايز بالراس بسبب الزواج، والنساء بتعمل ديبرشن بشكل كثير كبير، احباط، اكتئاب. وهيدا كمان هلا بتقولي لي كيف عرفوا هيك؟ لانه راحوا كل الناس اللي بتغيب من اشغالها، ليه عم بتغيب؟ راحوا عند سايكولوجيست، ليه راحوا عند عالم نفس؟ ليه ليه ليه؟ لانه فهموا لانه في مشاكل زوجيه. دونك هيدا بياثر على الصحه. والشيء الثالث انه بياثر على الاولاد. وما بدي اياكم عن جد بليز 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 مريان، بس بدي لو معي دقيقه بدي احكي فيها للاهل. انا عارفه انه انتم مش قصدكم تاذوا اولادكم ابدا، بس حابه اقول لكم انه مشاكلكم الزوجيه ما تتخيلوا شو بتعملوا بهيدا الولد، الولد بفضل انه يكون احد اهله ميت على انه يكون في مشاكل زوجيه او مطلقين.
وهيدا موضوع بخوف الاولاد. انتم مريتهم، يعني كل شيء بيشوفوه بالبيت من مشاكل زوجيه هيدا رح يطلعوا فيه الانحراف، البنات اللي بتطلع وبتجيب اولاد برات اطار الزواج، الشباب اللي بترجع بدورها هي بتطلق او ما بدها تتجوز، كله هيدا بسبب اللي بيشوفوه بالبيت. حتى صحيا المشاكل النفسيه اللي هلا كثير عم بتزيد. تخيلوا نحن منخاف ناخذ شخص عنده بعائلته مشاكل نفسيه لانه منقول انه هيدا اريديتير وراثي، ولكن الدراسات فرجت انه هيدا عنده نفس الريسك. الولد اللي خلقان بعائله مفككه عنده نفس الريسك او نفس الخطوره عقليا انه يكون عندهم امراض نفسيه كثيره، وهيدا بسبب المشاكل اللي بيشوفوها ببيتهم. لكن الاهل ما بده يكونوا انانيه ويفكروا انه انا بدي راحتي، لا بده يفكروا باولادهم وعلاقتهم تكون هي الاولويه. ابدا. ومش بس هيك، حتى بياثر على سلوكهم بالمدرسه. بنلاحظ انه الاولاد فجاه بيعملوا دروب والاهل ما بيعرفوا. 100%. سو كثير في، يعني بعد اذا بدي احكي عن الاولاد عن جد ما بوقف، مش عم جرب اعمل عم خوف، بس عم جرب اقول اذا نحن بنعرف الدمج او الضرر اللي علي انا كانسانه واللي على اولادي وعلى شريك حياتي، هيدا بيجبرني اني اشتغل على الزواج وشوف اهميه ليش لازم اشتغل على الزواج. كثير حلو، يعني هيك افتتحنا باهميه ليه لازم نعطي اولويه لزواجنا، لان كل هالامور بتترتب عن الزواج. رح اقرا هيك مسج وصلنا بيقول: من كل قلبي بهنيكم على البرنامج الجميل، والحقيقة أنا مش متزوجة بس بحب أسمعكم كتير، ومحبتكم لبعض شجعتنا، واختباراتكم ربنا يستخدمكم أكتر وأكتر. ما منعرف من مين بس كتير بيشجع هذا المسج، وأكيد رح نكون عم نقرأ غير واتساب مسجز بخلال الحلقة. ثانك يو كتير جيسي، هلأ رح نرجع لك تا هيك نكمل موضوعنا. يعني بدي أشكر كتير جيسي وعلى الموضوع الرائع، وقديها الطفولة بتعمل فينا عقد. يعني كنت اشهد دائما بحياتي مع انه اهلي غرام روميو اند جولييت، بس كان في يصير مشاكل من وراء المصاري، وبتذكر انه ايه بكره وعمل لي عقده انه الزواج ما حبس لإلي بثانيه، لان ما بيهمني يكون روميو اند جولييت كل الوقت اسمع مرات عيط او مشاكل. بس اكيد بقدر اقول جمله واحده انه من اروع شيء قلته، الحبه اللي هي اروع حبه بحياتي صارت بيسوع، هي مرتي ماريان وزواجي من ماريان، لانه غير لي مقياس كل تفكيري بهيدي الدنيا. برجع لقلكم هيك، لأن عم تحكي عن الطفولة، فيك ماريان أصلا تجي لحدي، لأن عم نحكي عن الطفولة بركي من وراي من هون هيك. عم نحكي عن الطفولة وعن الأولاد. حكينا عن السنين الزواج الأول، وكتير تأثرت بالصورة اللي كان سعيد يلحقك فيها وقديه اهتم فيك كشريكة حياته وكالبنت اللي بحبها وكأن بنته الصغيرة بذات الوقت. بس من بعد سنين الزواج اجا اول ولد. صح. شو صار وهل كان في تحديات؟ هلا انا وسعيد كنا كثير محمسين انه يصير عنا بيبي، يعني ما كان بدنا ننطر. فدغري بعد 4 أشهر حبلت، وكنا يعني ناطرين. وبتذكر انا وياه مرحله الحبل، يعني سعيد عم يحكي على بطني ونمشي على البيبي سنتر. فكان بالنسبه لنا هلا كملت حياتنا وخلق ابننا. وبعد فتره، يعني بعد فترة شي سنة وشوي، بلشنا نحس انه ابننا منه مثل غير ولاد. وبعد فترة صرنا نركض، لان بوقتها ما كان معروف الموضوع، اكتشفنا انه ابننا عنده حالة التوحد. اوكي. فهيدي كانت أول صدمة بزواجنا، أثرت كثير علينا. بركي قبل ما هيك، حالة التوحد ما رح نشرح لأن صار الناس سامعة عنها كثير، بس خلونا، وشو اسمه ابنكم؟ كيرت. خلونا نشوف كيرت هيك بفيديو صغير معكم، ونرجع نحكي عن هالموضوع كمان. All the time when I'm watching you revolve, you're not a bad. You're a bad boy. You're saying. You're saying. I love John. I love John. Big. Big. Fish. Fish. And plom plom what? Planned. Planned to clutch. To catch it. To catch it. When he thunging what? Through the Lula line. Line. حلو. هي
هيك شفنا مراحل من حياته وشو حلو وشو مهم هيدا التفاعل اللي انتم بتتفاعلوه مع ابنكم. عم نشوف هيك في مشهد كثير مهضوم انه انت عم تجرب تحكي اشياء غلط هو يصلح لك بالانجليزي، عم تحسسه بالاهميه وعم تعطيه ثقه انه انت دادي عم تعلمني. بحب اعرف هيك شوي شو خلق لكم هيدا هيك هيدا التحدي، شو خلق لكم مشاكل او خلافات؟ وبعرف انه بس يكون في وضع هيك مثل كان بيخلق تحدي بالبيت، مرات امور صغيره بتصير تتراكم وبتخلق مشاكل كبيره. بصراحه يعني نحن بنفوت على الزواج وفايتين فور ذا جود اند ذا باد، بس ما بنفكر بالباد. واللي خلق لنا اياه كرت بدون ما نعرف يعني، ولا كنا يعني كانت سبكونشس خبريه، مش انه كنا واعيين لها. بس انا لاني كنت تاركه شغلي وحاطه هيك انه بدي اكون الام المثاليه وابني بده يكون افضل ولد بالعالم، سادنلي طلعت هيك شفت صورتي مكسوره فبطل في اطلع فيه. وكيرت ما قدر شو ما اجي طبق معه كل علمي وذكائي حسيته زباله. لانه اجي جرب علمه شيء لقيه بغير محل، ما افهم شو هي الحاله، روح نبش اعرف عنه، ما حدا بيعرف يفيدني، بيقولوا لي روح اعملي تريتمنت، بس ما حدا عم بيعلمني كيف اعيشها. اللي عكست على زواجنا انه صرت انا خلص فت في حاله النكران، وسعيد فات بحاله انه بدي طلعه من الحاله. فبطل في تواصل بيناتنا، صرت انا يعني كل نهار عم شوف وجعي مسكره، صرت قاعده على الانترنت عم بهرب بكل الطرق، ما بدي اطلع فيه، تركته على الميد هي تهتم فيه لانه انا كل ما عم صح. وسعيد يجي يشوف انه انا مني ام ويقول لي كيف تركي ابنك هيك ولازم تعملي هيك، وهيدا يحسسني بالفشل بزياده وصير انا عصب عليه، وتع انت ضحي بطموحك واقعد بالبيت، لانه بالنسبه لي انا ضحيت هيدا مستقبلي حياتي لموت، اركض ولا ولد ما رح يعطيني شيء بالمقابل. سو كان كثير شوك، مش عم اقدر يفهم، مش عم اقدر افرجيه غير انه نصرخ على بعضنا. وفيكم تسالوا سعيد كمان من ناحيته يعني كمان. يمكن كمان انت كيف كنت أنا بتحس؟ يعني مثل الحياه لبي يعني ابنه بين ايديك وصرت اشوفه عم منه مثل غير اولاد، ما في تواصل، ما في يعني كنت مجروح كثير يعني، بس ماني من النوع اللي بيفرجي جرحه كثير عملي. صرت فكر كل تركيزي صار كيف بدي اجرب افهمه للصبي، كيف بدي اجرب فوت على عالمه، كنت عارف انه عايش بغير عالم. هو فكره التوحد كانت غريبه علينا يعني، ما كنا كثير نفهم، ما كنت عالم تحكي عنها. ف صرت اسال ليش صار معنا هيك يعني، وما كنت اعرف عالم بي عندهم اياها، ما كنت سامع فيها هيدي الكيس قبل. كان شغلي ديماندينج، بدي انزل كثير على الشغل، اجي كل همي كل تفكيري هلا بدي اجي ركز مع ابني شوي، بدي افهم كيف بدي اوصل له، كيف بدي احكي معه، كيف بدي اخليه يحكي. كان عندي او بعده عندي يعني الامل انه انا لازم ابني يحكي. من الوقت بيتي اجي لاقيها منا كثير مهتمه، هي عم تهرب، ما عم بقدر افهمها ليش عم تهرب. كل اللي عم شوفه انه هي ما بدها تهتم فيه للصبي، هي تركته للصبي. اترك شغلي بدل ما اجي انا احكي معها اقعد انا وياها، اجي دغري حطه قدامي شوف كيف بدي اتواصل معه، كيف بدي جرب اوصل له، كيف بدي جرب افهمه. كنت تلاقي في يعني ايش حاسه عم بيبكي موجوع، ما اقدر نفهم ليه عم بيبكي يعني. كان في مطارح حس حالي موجوع مجروح بده اقدر اوصل له، ما عم بقدر اوصل له. بيتي هربت، صرت بدي اخذ محل حسسه للصبي انه محبوب. كمان فشلت ما عاد في تواصل بيني وبينه، فشلت اقدر خلي في تواصل بيني وبينه، ما بقى نفهم، صار كل الكونسنتريشن تبعي اقدر افهم هلين. افهم ابني. هل هالشيء خلق لكم غضب على الله؟ سالته ليش؟ ايه انا شخصيا وما كنتوا تامنوا بوقتها عادي؟ لا انا كنت طالعه من يعني من شخص كان مربيان على الدين، بعدين رحت كثير على بعدت عن الله كثير، ووقتها صار هالشيء انا حسيت الله عم بقصصني لاني انا بعدت عنه. صرت شايفة إنه الله مقصصني، واللي قاله سعيد مزبوط، يمكن لو حكينا، ويمكن سعيد ما كان بيقدر يتواصل مع وجعه، وأنا كتير موجوعة طريقتي غلط، وحسيت بالإهمال بعدم المحبة، وكأنه هو ما بيحبني بس بيحب ابنه، وهذا الشيء خلق لي إنه قرفته. وكل شيء الثمان سنين العلاقات اللي بتعقد خلص نسيتهم، يعني نسيت كل المنيح تبعه، وصار بالنسبه لي انا ما بدي اياه لانه هو ما بيحبني، وبس عم بدق لي بوجعي يعني، بس عم بكبس على زراري انه انت ام فاشله، وانا اوريدي حاسه الشعور، ما ناقصني حدا يحسسني. يعني بس تسمع عليكم بقول لكم علنا في دموع بقلبي، وفي
يعني كثير انتم ميازين، كثير عاليين. اي لوك اب بالعربي ما بعرف شو يعني، بتمثل بهيك ناس. نتذكر انه نحن اول شيء يسوع ما كان ملجا عندكم، وبرغم كل شيء خلينا نقول الحقيقه، نحن مرات بنكون مع يسوع وما عندنا التحدي اللي مرقتوه انا ومريان. ومرات رح احكي عن حالي لان مرتي انا ايجابي بالحياه، بس ما بعرف شو بني بقلب طاوله مرات لوحدي هيك بشوف الدنيا سوداء. هي عطيها الرب قوه تضل ماشيه مثل الميزان، بس ما معقول اذا نحن نقطه ما مرقنا قدكم. ومرات انا بكون انه عم شارع يسوع، كيف انتو عم بقلكم اياها هيك من القلب للقلب، انتو ناس بتطلع فيكم واو يعني. هلا حابه بعد شوي نشوف يسوع كيف قلب كل المقاييس وتغير بحياته. رح نروح قبل عند علاء. بدي اسالكم شوي، نحن شفنا انه التحدي بلش معهم لما اجوا الاولاد. انتو شو وين اكثر ناحيه هيك بتصارعوا فيها؟ هل الامور الماديه هي اللي خلقتكم تحدي؟ بحكي عنه. في كذا اشياء فينا نقول الماده، وكمان شغله انا وياه كمان ككاركتر مختلفين يعني. شخصيتنا كثير مختلفه. انا شوي هيك عصبيه بس ما ببين، واكثر بمشي كمان بمثل اوردر يعني، كل شيء مثلا لوجيك يعني، كل شيء هيك هيك بنعملها بالمنطق تبعي. هو اكثر عاطفي. فهذا خلق، ما انا بتفكر انه يمكن ما يخلق مشاكل وهيك، بس خلق كثير تحديات بيني وبينه. اوقات هو يمكن يزعل ويتضايق، كيف قلت انه بتقلب يمكن مزاجك فجأة بيقلب، هو بيقلب هيك فجأة. لانه كمان ما كنا دائما نتواصل يعني، نحن اللي عملنا البروجرام ب اي تشوز اس كثير ساعدنا. البروجرام الكتاب اللي عم تحكي مزبوط عنه جيسي اللي قريبا رح يترجم. مزبوط. هذا كثير اشتاق يعني، مثل ما قلت كمان هي انه مش بس انك اذا انت كنت بالايمان ما منك بحاجه لحدا يساعدك. سو كثير اخذنا مساعدات، بس لتجي تطبقيهم هون بتبلش انك تشتغل عليهم. ف قصة الريسبكت انا وياه كان موجود، الاحترام، قصة انه اسال اكثر عنه، ما نكون انا مستله عن عن عنه يعني، صرنا نحن واحد. اوقات كنت اعمل مثلا مشروع اقول له بعدين انه انا ظاهره يعني، ما كنا كثير نسي مع بعض يعني بهيك اشياء، بس شوي شوي عن جد تعلمنا سوا. هلا ورح نضل نتعلم كلنا يعني، ما رح يوصل نهار ما رح نتعلم. صحيح. على شو كنت هيك التحديات؟ هل كانت كمان ماديه مرقت عليكم؟ هلا ديفينتلي بتمروا، لانه جاي من باك جراوند انا انه اي هاف تو بروفايد يعني، كنت هو جاي من خلفيه انه انا اللي بامن لعائلتي من انا وصغيره، من عمري تقريبا شي 10 سنين انا اللي بشتغل، لانه امي كانت كان في عندنا ظرف بالعائله، وامي كانت لحالها يعني، هي الام وهي البي اذا بدك تقول بهالفتره. فانجبرت بالظروف انه اكون انا اللي عم مساهم بدور الرجال كمان. سو من انا وعمر صغير كنت عم بشتغل. سو ديفينتلي عندي بحس انه لازم امن، ولازم يكون في مثل مستوى مينيموم، ورأس بحس بالفشل. سو هيدا الشيء اللي خلق لي بالاول لإلي يمكن ما حسيت فيه هي كثير، فشل، حالة فشل شوي لإلي، انه مش دائما اقدر امن الاشياء يمكن اللي كانت هي تقدر تعملها قبل يعني. هلا صار في عنا مثل التزامات جديده وحياه جديده ومتطلبات جديده. سو مش كل شيء كانت تقدر تعمله قبل صار فيها تقدر تعمله هلا. سو بالنسبه لي ايام تعبر لي هي بس تتعبر لي، سو انا دغري اخذهم نيجاتيف، اخذهم انه انا ماني عم امن وانا فاشل وانا ما عم اقوم بالدور الكافي اللي لازم اعمله. سو تخلق لي عقده. وهلا انا نوعي انه ما بحكي دغري، ما فيش خلقي دغري. سو بخبي بقلبي، بخبي بقلبي، بخبي بقلبي لحديت يعني. هول اشياء صغيره عم تعبر لي هي، بس انا ما في كوميونيكيشن. سو ما في تواصل بيني وبينها. سو عبيهم وارجع بج فيهم بالاخر. سو هيك كان يصير في مشاكل من سوء التواصل بيني وبينها كماديا. في كثير بس هيك بدي اكيد مرقنا كلنا بهول الاشياء. قد ايه حكينا هلا نحن استفدنا، لانه انا وماريان قبل الزواج حكينا كثير، يمكن مرات كانت لازم تحط ايدها على عينتها لقد ما انا كنت اسال، لانه العقد النفسيه اللي بتنوجد من نحن وصغار مصيبه. بتذكر هيك شيء صغير علاء، لان انا بعبر على العائله، كان عندي دائما عقده انه المراه بتبعد جوزها عن اهله، اسمعها من انا وصغير هيك
من الحديث العائلة، وضلت براسي انه المرأة هي شخص بتتمسكن وبعدين بس توصل على البيت رح تصير غير وحدة. وللأسف بتذكر هيك بالانجل اللي حدي، وهي حقيقة ما عم بقلها، لأنه هي عن جد استوعبت كتير عقد فيي، وبعرف انه يسوع والروح القدس اللي فيها هو شفاني. يعني أكيد كان الرابع عم يحكيها تريكي، هذا ولد صغير مثل ما عرفت حبها، كانت عم تقدر تسمع الولد عم يتخابط مع أنا بحب قول عقد نفسية، لأن ما حدا بيقدر يقول ما أنه معقد، لأنه الحياة فيها رابط علينا. وبتذكر هيك وقتها سألتها، ما بقدر أنسى هلأ بضحك، كنا قاعدين وعم تشتت الدنيا وأنا حبيب أفتح كوميونيكيشن، بس عندي الجواب براسي. كان يستبق، يعني كان يستبق هو أفكاره يستبقها، يعني جوابي موجود براسي عم بسألها، بس أنا هيدا هلأ أكيد رح تكذب علي. وبتذكر قلت لها إذا عندك شيء بليز مع أهلي بيزعجوكي وهيك، مع أنه أنا إنسان ما بشوف أهلي، يعني مش الإنسان اللي كل دقيقة أنا أهلي بيمرق شهرين ما بشوفهم. قلت لها بليز هلأ قولي، لأن إذا فتنا على البيت كان عندي طريقة بالتواصل بشعة ما بتعرفي بخرب حياتنا. كان قدي أنا حساس ومنيح، بس قدي لئيم وبجرح، ما بعرف من وين بيطلعوا هول الجرحات، أكيد من إحنا وصغار، مع أنه أهلي رائعين باي ذا واي، بس الحياة شطبت فيه. بقى بتذكر جوابتنا وقالت لي أهلك رائعين. بتفكر أنا بقول شيء لأ أنا هيدا خط الأحمر، كان خط الأحمر، ما بدي شيء منك، بس لا إذا وقلت لها إذا عندك مشكلة معهم أنا هلأ ردي روح واجههم وأنا أخذ حقك، بس بليز اوعى تتمسكني وبس نصال على البيت تصير. وإذا قالت لي هي أكيد لا وهيك، وبتذكر للأسف وطلع الغضب مني، اوعى تكذبي، يعني عم بسمع جواب حقيقي بس ما عم بقدر صدقه من وراء الامور اللي سمعتها. ايه يعني عرفت، بس بعدين بعرف يمكن انت لان بتعبر على العالم، في اشخاص ممكن يكونوا عندهم هول الافكار المسبقه بس مخبيينهم. ايه وبيطلعوا بالزواج بطريقه من الطرق، يا بينزوي الرجال يا بصير عنده ادكشن على شيء معين، بس حلو نعبر. يعني لو بده يخلق انا برايي مشكل معين بوقت ما، بس ما عليه يطلع على برا ينحلوا بوقتها تنتفاداها بعدين. مزبوط، لانه 90% وقت فتنا على الزواج مش معقول، ما كان في شيء ريلاكس رافعين اجرينا. بتذكر بس جينا اول مره بدنا نعزي البيت، اوكي مريان ما بتعرف تعمل شيء، انا بعرف اعمل كل شيء. شو بتفضلي تعملي، تشيلي الزباله او تزلي؟ بتذكر هون بلشت هول التشالنجز. رح نروح لبريك صغير او قبل، انا حابه كثير كثير شوف مين حابب هيك يعبر لك يا دانييلا عن محبته من القلب للقلب. في كتير اشياء بحبهم بدانييلا، بحب اول شيء جرأتها، كيف في عندها جرأة تجي تصارحني بالاشياء اللي لازم اسمعها مش اللي بدي اسمعها. ثاني شيء بحب انه كيف هي قلها جلادة اوقات وتضحي كتير بوقتها كرمالي وكرمال تسمع عليه. كمان اوسا بحب انه كيف عندها الحكمة، يعني كتير بتاخد مواقف حكيمة وتصرفات حكيمة غير بيبول يمكن ما يعملوها. بحبك دندون. دانييلا عندها روح حلوة كتير، عندها الكاركتر تبعها البرسوناليتي تبعها مميزين كثير، معروفة عنها بالشغل انه حدا هي كثير مميز، حتى هذا الشيء بعيون مش بس الكووركرز تبعها، حتى بعيون الإدارة بشوف هذا الشيء قد هي سبيشال. انا بيرسونلي دانييلا حدا اذا كنت زعلانة او فرحانة قدرت من الاشخاص او حدا من الاشخاص اللي بلتجئ لألهم شاركهم فرحي أو زعلي، لأنه بعرف رح تكون understanding كتير helping كتير. عندها هذا الشيء اللي بتتعاطف مع العالم كتير، بتعطي كتير، هذا الشيء كسحتني فيها. هذه دانييلا مرخصا كتير بالنسبة لي. يا عمي شو هالدانييلا المحبة المعطاءة، قد ايه بحبوك، شو بتحبي هيك تقول لهم شي كلمة سكر صغيرة؟ عن جد يعني تينا ورشال أصحابك بالشغل؟ لا تينا معي بالكنيسة ورشال معي بالشغل، كتير بحبون وعن جد حتى هن تعلمت كتير أشياء منهم وكتير عزيزين على قلبي، أنا تفاجأت ما كنت عارفة. حلو. Thank you. طيب لكن من هيدا الريبورت الحلو من القلب للقلب رح نرجع نروح لعندك جزتي.
جيسي نحن رجعنا معك تهيك نقرا بعض الواتسابات وبركي عندك قلتي لي تعليق على اشياء حكيوها. صح بصراحه رواد انا ماني كثير حابه احكي اليوم معك بس حابه اسمعهم اكثر لانه انا كثير مبسوطه بتغييرهم باختباراتهم. بس حابه اقول للمشاهدين اذا شافوا دانييلا وعلاء، دانييلا وعلاء هن من الكابل او من الاشخاص اللي ما شافوا زواجات يمكن بالبيت وكانت نظرتهم للزواج منا نظرة صحيحة، ولكن بس تعلموا عن الزواج والزواج بنظرة صحيحة قدروا عم بيبنوا بيت صحيح. سولي أنا حابة أقوله أنه في أمل حتى ولو يمكن نحن جايين من بيوت مدمرة أو بس في أمل إذا نحن عنا القابلية وبدنا نتعلم إشياء جديدة. وبحب أقول لكل الكابلز كمان أنه في كتير مطبات بسميها أنا بالزواج، واحدة من المطب هي وقتها بيجينا ولد، بس يجي ولد هو مطب إجا على حياتنا، إذا ما تعلمنا كيف نتعامل مع هيدا الحدث رح يغلبنا. وكيف إذا إجا ولد عنده احتياجات خاصة، تقريبا نسبة طلاق عالية كتير إذا في ولد عنده احتياجات خاصة. أنا حابة أقول خلينا نوعى كمشاهدين نفهم ليش المشاكل بتصير بالزواج، حتى إذا إجا شغل جديد، إذا واحد بده يتعلم بالجامعة برنامج جديد، أوكي؟ كل شيء بيفوت على الزواج من برا إذا ما تعلمنا نتأقلم معه ونتعلم عليه رح يقتل من الزواج. بس أنا في قبل ما بلش في مساج كتير دقر لي قلبي، ست ما رح أقول أكيد مين، بتقول يا يسوع، عم تقول يا يسوع يلي ترك ولدين 3 و9 سنين كرمال بنت تاني، والأم جربت كتير كرمالهم وكرمال حب دام 6 ل10 سنين من الزواج، شو بعمل غير الاتكال وانتظار الله وهو بينتقم وبيجازي علنية؟ برجع بتقول أنا بشكركم كتير، حبيت أسأل بعد عذاب 2.5 سنين وناطرة عمل الرب. بتعرفوا أنا كتير بيقلمني اسمع هيك، وأنا بتعامل مع كتير ولاد إذا بتقعدوا معهم بتبكوا، ولكن حابة إلا لهيدي الست اللي عم تسمعني إنه أنا شفت كتير زواجات طلقوا ولكن الأم أو البي لعبوا دورهم الصحيح والأولاد طلعوا كتير ناجحين بالحياة. سو مش عم نقول أنه أبداً ما بيصير، بس عم بقول لا، في مجال إذا أنت كأم وقفتي على إجريك وما خليتي أنه المرارة تفوت على قلبك وقويتي وقمتي بدورك كأم، كوني أكيدة أنه هني رح يقدروا هيدا الشيء ورح يكون الوضع ما رح يأذيون كتير. سو بس حبيت أقول لأنه في كتير عالم بتفكر أنه خلص يعني خلصت علينا، لا ما خلصت. وبدي إلا لألي من اختبار أهلي، أهلي كانوا رائعين، بيي كان رفيقي ومام أنه أهل يعني ما عندي كان ولا مشكلة مع أهلي، بس بدي أقول لك أنه مرات الحياة فيها أذية، أذيت كتير من الحياة. بس بدي أقول لك كلمة واحدة، بلشت باسم واحد قلت يا يسوع، ضلن ناس بعائلتي يصلوا لي تأجي لعند يسوع، جيت يسوع رح يطبب كل ولادك وطببني. أنا اليوم موجود، أنا الشخص إذا بترجع إلى عمر 14 سنة أو 15 قررت أنهي حياتي وانتحر، لأن الحياة ما كانت تعني شيء، لأني إنسان من إذا تحرش أو ولا أهلي منو منيح، بس كان عندي سلبيات ما بعرف من وين إجت من الحياة. بقى بدي أقول لك أنا واقف على إجري، أنا نجاحي مع مرتي وابني من وراء يسوع المسيح، من وراء صلوات أشخاص صلوا لإلي تيشوفوني نهار عم مجد اسمه. ما تستسلمي، في قوة واحدة بتكسر كل المقياس يسوع المسيح. صح، وأنا بقول هي بحاجة لدعم كمان، يعني في حيلا إنسان إذا كانت بتنتمي مثلا لمجتمع اللي هو الكنيسة، في حيلا إنسان من الكنيسة يلعب دور الأب أو يكون منسميها الراعي أو لإله أو اللي يشوف فيه الموديل تبع بيه، أو بالمجتمع إذا العيلة الخي العم الخال حدا من العيلة يكون عم يجرب يكون الميل أو الذكر القدوة صورة الذكر بحياته. هذه الرسالة اللي إجت من مصر لقبل ما بعرف إذا كنت حابب لو كان بمصر هيك بركي بيتعرفوا عليكم بالكنيسة اللي أنت فيها أنت ومفيد، لأنه جيسي جوزة قسيس وبركي أنه بتصيروا على تواصل معهم. بصراحة نحن بمصر هدفنا كمان مش بس المجتمع الكنسي،
هدفنا المجتمع ككل، لأنه هيدي مثل ما بنقول الفيروس هيدا المرض ضارب كل الناس، وإذا نحن ما عالجناه عم بيضرب مجتمعنا عم بيضرب أولادنا. سو الهدف أنه نكون قد ما فينا عم نساعد المجتمع. ليليتو مانو بليز أصروا قري لهم المسج اللي كانوا معكم بحلقة تانية، عم بيقولوا أنه بحبوكم وأنتوا رائعين بالبرنامج، وعم بيقولوا ثانك يو للأدفايز اللي إجت. كمان وصل على البيج على البيج عم بيقولوا انه بحبوك يا مريان انت كتير حلوه. الله يبارككم، وانا بحب يسوع. وتراز قهوجي بتقول يو ار اميزنج جايز. صحبيت بس عم كتير تعليق كمان من مصر، بعتين مسج انه هني عم بيحضرونا بمصر هلا، وجهن تحيه لكل اهل مصر. وعم بتقول لك جوابتك، قالت لك انا سوريه وجوزي عم بيشوف الاولاد كل يوم. اوكي سو موجود سو هي موجوده. على كل انا بقول نشكر الله على التكنولوجي اذا بنستعملها بشكل صحيح. فيها تفوت على يوتيوب تحط ليتس سي برنامجكم، تحط اي مستشاره علاقات زوجيه عندها برامج تحضر تسمع فيها، تحط جيسي طعمه يطلعوا لك كل الحلقات اللي انا بعطي فيهم نصايح تسقف حالها تقوي حالها بحل ما كانت، لانه بعرف هالوضع بسوريا ما حدا فيه يوصل له. مضبوط، المعرفه بتبني، الحكمه تبني بيتها، فبدنا نتثقف ونتعلم قد ما فينا تنقدر نطبق بحياتنا. خلينا نحكي هيك شوي عن مراحل الحب جاسي مثل ما هو موضوعنا اليوم. هل المراحل بتفرق من كابل للثاني او هي ذاتها عند الكل؟ ومثل ما قلت بس تبلش تحديات ولد جديد شغل جديد هون بننتقل لمرحلة تانية. صح، أنا بدي أقول ماريان إنه لازم كلنا نفهم. أوكي، وأكيد أنتم مرقتوا فيها وكلنا مرقنا فيها. هلأ في عدد قليل ما مرقوا فيها. بتخيل الزواجات القديمة اللي هي كانت تدبر تدبير، ما حسوا حالهم عاشوا شيء اسمه الافتتان. أوكي. بس نحكي نحن in general يعني عامة كل كابل أو أي اثنين بيمرقوا بمرحلة اسمها الافتتان. كلنا مرقنا فيها. مزبوط. مرحلة الافتتان، دقة القلب اللي بيصير يسرع ألفين إذا مرق من حدك، الإيدين اللي بترجف، الوجه اللي بيحمر. صحيح. مزبوط. بتحسي حالك يعني هون على فكرة كل المشاعر كل الشعرة استوحوا من هيدي المرحلة. أوكي، اللي هي بطلع على الجبل وبنزل على القمر وعرفتوا شو قصدي؟ بخلي مفاجأة بصراحة، المسافات بتقصر. كل شيء بيهون، كله بحبك يهون. احنا مستعملين كلمات ما بنفهمها، بس عن جد إذا بنجي بهيدي المرحلة، مرحلة الافتتان مرحلة كتير حلوة. مرحلة عن جد ببقى أنا لسي يا رواد أنت شايف مريان إنه لنقول عصب مريان عصبية، لا 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 أنا مريان عصبية لا 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 لا. شايفين الصورة المثالية. يا اختي جوزك قصير؟ لا منه قصير، انا بحب القصار اصلا. اوكي سو بنكون شايفين المشكله بس عندنا فرح جواتنا وعندنا تقبل للاخر وعن جد قاشعين. على فكره بيقولوا بهالمرحله ما بينصحوا حدا يقوم باي بزنس لانه بفوت بالحيط. واو. لانه ماده بالراس بتكون عم تفرز لوحدها اللي هي الدوبامين. كل الناس بتضحك تسمعني بحكي عنها بيقولوا لي عندك حبوب منها. اوكي، هيدي الماده بالراس بتفرز لوحدها، دونك بتخلينا نعمل الاشياء من دون ولا اي مجهود. ولكن هيدي المرحله بكل قوتها وكل عظمتها، مع لو كان اخذ جميلات العالم مس عالم وهي كمان، بعد سنتين ماكسيموم بتروح. مشان هيك بعد سنتين من الزواج بس تسمعوا كثير اصحابكم رح تسمعوها، ويمكن في ناس بتتجرأ تقولها وناس لا، بطلت حبها، بطلت حبه، مش مثل قبل. يمكن ما بقوله بس بطلنا مثل قبل. أو وين راح الحب؟ أو طب ليش صرت عم بنزعج إذا let's say معلي أنا كتير صريحة، ليش صرت عم بنزعج إذا رواد ما بيسكر الباب وراه؟ ليش صرت عم بنزعج إذا مريان ما بترتب التخت؟ ليش بتصيروا بتنزعجوا من الأشياء؟ وفجأة وإذ كأنه كنا حاطين عوينات وشلناه، وصار الشغلة تبين بالشخص مش بس مثل ما هي، أكبر بتكبير كتير. وهون اثنين ببلشوا يضيعوا لأنه ما بيكونوا عارفين شو صار معهم. أوكي، بيحسوا الحب بلش يخف، بيحسوا الانتقاد عم بيزيد. الاشياء اللي كانوا شايفينها يقطعوها بالشخص الثاني صارت كثير كبيره. للاسف هون بيلجأوا لحدا ثاني. اوكي، لانه بيفوت حدا شريك بالشغل او بالجامعه او ما بعرف وين، بتطلع الكيمستري، بيطلع الدوبامين، بصير قلبك يدق لحدا ثاني. شو بتفكري؟
أنا حبيت هذا الشخص. ويمكن بفكروا أنه يمكن هالعلاقة مش مزبوطة لأن أنا ماني سعيدة والمفروض الزواج يخليني كنت سعيدة. مزبوط، ولأني شعرت هيك مع حدا تاني دونك المعادلة أنه أنا بطلت حب جوزي أو بطلت حب زوجتي. ولكن هيدا الشيء مش مزبوط، مش مزبوط أبدا، لأنه حتى لو كان في شريك تاني أوكي، على فكرة نسبة الطلاق بالزواج الثاني اعلى 10% من الزواج الاول. سو مش الحل. هيدي حلوه المعلومه، انا فكرت العكس مرات. نو عندي كثير دراسات بعدين عندنا كثير وقت عالميه صايره بتهبل. اوكي سو هيدا مش الحل، لانه بعد سنتين شو بعمل؟ برجع بتركه، برجع باخذ حد ثاني، برجع بعد سنتين. سو مشان هيك انا بقول الافضل اللي هن عندهم ادمان على مرحله الانفاتويشن بنسميها او اللي هي الافتتان، نصيحتي لهم ما يتجوزوا قبل ما يتعالجوا، لانه هيدا ادمان لهيدي المرحله. اوكي هلا المفروض هيدي المرحله تروح. هلا هالمرحله شو بتساعدنا؟ نبني ذكريات، بتساعدنا انه انا دائما بقول للكابلز بس اقعد معهم خبروني شغلتين صارت معكم بهالمرحلة. مرحلة عم تحكي حلوة الأولى، يعني قلي رواد شيء أنت عملته رائع، يعني شيء هيك بمرحلة الافتتان مع ماريان أو العكس، بيرجع بذكرنا ليه؟ لأنه هيدا بيخلي استمرارية الزواج، هالذكريات الحلوة بهالمرحلة بتطول عمر الزواج. ولكن إذا ما اشتغل تصديقاً على كلامه، نحن بتعرف مثل ما قلتوا إنه فترة الولد هيك بيصير في صراعات بتغير هيدا المرحلة، نحن اختبرناها هيك بيصير في تحديات جديدة. ولما سافرنا بالصيف سافرنا رجعنا قصدنا نروح على مطرح ما عملنا الهونيمون تبعنا، صرنا نبكي نقول شو عم نحس هلا، كأنك رجعت حطيتينا بمرحلة الافتتان اللي عم تقولي عنها. صح. يعني مشاعر متأججة، دموع، ذكريات، فعن جد مش معقول. مشاعر لا مشاعر حلوة. حلوة بالعكس عم بقولها هيك بعرف. سو اللي عملتوه صح. اللي أنا عم جرب أقوله إنه هيدي المرحلة كتير حلوة، بس إذا ما اشتغلنا على حالنا وكنا واعيين لها للاسف بدل نحن مفروض نكون هيك بنروح على شيء اسمه الحب المتواصل. هيدا الزواج الناجح انه يكون في حب متواصل. نحن بننزل نزول خلص. اوكي بننزل لمرحله بنسميها الموده الاخويه، يعني منصير منحب بعض بس مثل الاخوه. كيف العائله اذا مرضت او مرض بيهتم ببعض، بس كيف ببلش حس انه هيدي انا بالمرحله الموده الاخويه؟ بطل عندي اهتمام نحكي مع بعض، بنبطل انترستد ببعض، بصير اول ما بيخطر رواد على راسك بيجي اشياء سلبيه اكثر من الايجابيه. ثالث شغله بصير نقضي وقت برات البيت كثير، يعني ما الي جلاده اجي على البيت، عم بقضي وقت برات البيت اكثر، بطل حس انه انا حابه افتح قلبي. What's the point؟ يعني حتى العلاقة الجنسية بتتأثر بها وأكيد بتبلش تخف العلاقة الجنسية. وفي كتير ناس للأسف بيضلوا مع بعض، وهلأ كتير منشوفها بصراحة أهالينا والجيل القديم بيضلوا مع بعض كرمال الأولاد. ما عم بقول أنا غلط بس مش معناتها صحي. أوكي منه صحي أبداً، هني عم بفوتوا عليهم الشيء الحلو اللي كان فيهم يكونوا عايشين 100%. لأنه أنا أجا لعندي ناس اللي هني معهم مصاري كتير، بحب قل لهم لكل اللي عم بيشوفوني مش المصاري بتعمل زواج سعيد ولا هني مبسوطين. للأسف بعمر 60 أو 65 سنة كان عمره أولاده مجوزين، قال لي أنا بدي طلق. قلت له هلأ ليه؟ قال لي لأنه طرنا لكبروا. سو أنا عم جرب أقوله هيدي المرحلة لو قد ما طولت رح تنقلنا لمرحلة التفكك اللي هي الطلاق. إذا ما عرفوا استفادوا، إذا ما عرفوا تعلموا الأسلوب الثاني اللي بدنا نحكي عنه. سو أنا بدي أقوله مؤمنين أو غير مؤمنين، بليز ما تفكروا زواجكم رح ينتقل من هالمرحلة للحب المتواصل بالهين. بده شغل، وهذا رح نحكي عنه قبل، وإلا رح ننزل نزول. رائع رائع. كثير حلو. ثانك يو جيسي. رح نروح هيك لانه الوقت عم بيطير اليوم مع الكابل وجيسي، الوقت طاير. رح نروح مع بيتي وماريان لفقره مريتي يا مريتي. باتي رح نبلش بأول سؤال بقعدة المراية. بس تطلع بالمراية بحياتك اليومية، شو اللي بيعطيك ثقة بحالك؟ شو اللي بيعطيني ثقة بحالي؟ يمكن لأني بعدني بعمل سبور فبحس عندي ثقة بحالي، لأنه بعدني عندي انرجي كأني بعدني
أصغر سو بحس ساعات بتجي أوقات من هالشي. لما بتطلعي بالمراية قد ايه كانت ثقتك بنفسك قبل الزواج وشو صار فيها بعد الزواج؟ ثقتي نزلت كثير بعد الزواج وبعدين رجعت طلعت لما تعرفت على يسوع. تغير كل منظاري لكل الأمور. لما تطلعي بمرايتك كأم وكزوجة شو أكتر شي بخليكي تشعري بالفشل؟ أنانيتي بأوقات كثيرة. لما ما بحب إنه ضحي براحتي أوقات بقطع فيها، ما بكون حابة ضحي براحتي كرمال ولادي. ساعتها بحس حالي إنه ما عندي الحب الغير مشروط، مثل كأنه بدي الأشياء تمشي مثل ما أنا بدي، هون بحس حالي فاشلة. بس تطلعي بمرايتك هل شي مرة سألت الله ليش أنا؟ وهل إجاك جواب؟ كثير أوقات سألته ليش أنا وإجاني الجواب أي، لأنه كان لازم أنا أتغير وما كان في طريق تاني أتغير إلا من هالباب. الله بيعرفني أكتر ما أنا بعرف حالي. حلو. بس تطلع بمرايتك قدام ألوف من الناس اللي عم تحضرك هلأ، شو حابة تقولي لزوجك؟ أنه كثير بحبه وأني بعرف أنه ما كنت رح أنبسط مع أي إنسان تاني. بعرف أنه نطرني كثير لكبرت، يعني مش معي كل المراحل، الضياع والفشل والتمرد وقلة الاحترام والخضوع بس بكل مراحل حياتي حسيته أنه كان ناطر وكان مستقبلني، ولا مرة رفضني، وبشكر الله عليه لأنه بحسه هو البركة بحياتي. شو حلو. بس تطلعي بمرايتك تشوفي صفة تغيرت ببيتي بعد كل الأوجاع والتحديات اللي مرقت فيها. الصفة اللي تغيرت فيي الاستسلام. استسلم لمشيئة الله بحياتي. بس تطلع بمراية المستقبل وين بتشوفي حالك أنت وعائلتك بعد سنين؟ بعد سنين؟ يعني على أمل أنه نكون عند God. يعني ما بعرف، بس أنه نكون موحدين ونكون عم من يعني طموحي لعائلتي أنه كلهم يكون الله سيد حياتهم وشوفهم عم بيكبروا وعم بيبنوا حياتهم على هالأساس. أمين. باتي بس أنا أطلع بمرايتك بحب قلك أنه أنت أم وزوجة، امرأة محاربة رائعة كلها منتمثل فيها. Thank you. كنت سامع هون حد علاء كل الوقت كل ما عم تجاوبه اشياء تقول واو مثلي عنا زيت الرياكشن. الوقت رائع. بما انك هالقد عم تقول واو، في ناس بيقولوا عنك واو بده يقولوا لك شيء من القلب للقلب مثل ما بيقولوا لكل حدا. انا بعرفك من زمان، بتذكر وقتها كنا نروح نرنم بايفنتس بتعملهم جيسي وهيك. تواضعك منه عادي بالنسبة لإلي، هيدا كتير بيعليك. إذا بكمل كتير بتأثر، لأنه أنا التواضع لإلي هو كمي. وعن جد الإنسان المتواضع في الناس بس تطلع فيه بيعلى. بقى خليك هيك ما تغير، بس بدي أشوف حدا من القلب للقلب بده يقول لك شيء. خلينا نشوف مين. دانييلا، بس لتعرفي I seriously hate عمل هيك إشياء، بس لتعرفي. أوكي، 30 seconds is not enough time sharing about Ala. But bro, what I want to say is that you're a faithful friend. You're always there when a brother needs you. And I love how you always try to see the good in people, even when it's very hard to find. I love you, man. Hi. I'm Rafiq Ala, اسمي جورج، وصلي بعرفه من أكثر من 20 سنة. علاء من أعز الأصدقاء لإلي، مش لأنه أنا منيح أو شيء، بس لأنه هو حدا كتير بينوثق فيه، حدا كتير بيتكل عليه، ورغم كل المشاكل اللي عنده إياها بيضلوا مبسوط وبيضلوا فرحان لأنه كتير بيتكل على الله بكل شيء بيعمله بحياته.
وأنا كتير فخور إن أنا بعرفه وأنا صديقه لعلاء. علاء ولاء بكل معنى الكلمة، ولاء لله، ولاء للكنيسة، ولاء لعائلته، لزوجته، ولاء لكل صديق موجود بحياته. فخور إنه دايماً التحدي أمامك ويوم عن يوم إيمانك بينمى وبيزيد، وبعرف أنت بتعرف قدي في معارك غلبتها بحياتك ورح تستمر تغلب بسبب إيمانك. الله يحميك ويباركك ويستخدمك أنت وزوجتك دانيالا. شو حبيب هيك تقلن فيها كاميرتك هونيك عم بيشوفوك تقلن؟ كثير بحبكم، وعن جد هيك قدي الإنسان بيحب يسمع شيء بيشجع، لأنه عايشين بعالم كله سلبيات وأيام كتير بننسى كيف نشجع، وعن جد إنه ليش نحن رفقة أيام كتير بننسى. فثانك يو كتير لأنكم ذكرتوني وكتير بحبكم. ثانك يو. ثانك يو. عن جد عم تقول شغلة، أنا من أحلى الأمور بهالبرنامج اللي بحبها هو هيدول، لأنه لا الأهل بقى عم يعرفوا يقولوا لأولادهم على العالم منحبكم، ولا الأصحاب بيشجعوا، حتى سوري للأسف بقول الكنيسة هي لازم تكون أحل مع أقوى محل تجي حقيقي. للأسف عم بتروح، بس رح نضل نشتغل بقوة يسوع. بدنا نقول الحلو، بدنا نقله للشخص أنت مفكر حالك مش واو، أنت حتى بوقت البشع فيك، أنا عندي شخص مثل كمان خيلة إلي روحي هو كلود المخرج، أنا ومرات عم خبره أتعس الأمور اللي كرهان حالي فيها، بيقول شيء حقيقي بينزلوا دموعي. لازم نحكي على العالة ككنيسة لبعض عن الأمور الرائعة بقى اللي عم تقوله 100%. بتعرف فود لفت لي نظر الشيء بأجوبة باتي، كلهم كانوا أجوبة كتير عميقة وكتير حقيقية. في شيء لفت لي نظري، قالت إنه ثقتها بنفسها بعد الزواج نزلت كتير، ولكن في شيء واحد هو رجع رفعه يسوع. قديه مهم لكل ست أو لكل صبية بيناتنا، لأن الرجال رح يتغير حتى مرات تعبيره، لأن يمكن يكون هو تعبان يتغير تعبيره. نحن بناخد قوتنا بناخد ثقتنا من لما يعبطنا، لما يحبنا يقلنا كلمة حلوة، بس هو رح يتغير لأنه هو إنسان، هو كتلة مشاعر بالنهاية بتتغير. سو كتير التي كيورد نحن نعرفها، شيء أساسي نعرفه ونختبره بحياتنا، أنه أنا ثقتي بتأخذها من يسوع. في أعرف شوي هيك كيف كنت عم تاخذها ثقة من يسوع؟ أنا بس تعرفت على يسوع كانت مرحلة يعني كتير حلوة، لمست وجوده حدي. يعني أنا كتير بيعني لي وقتي معه، بوعى 4 الصبح لأقعد معه، بحب أقعد ويكون ما في صوت بالبيت، خاصة أنه أنا تعرفت على يسوع بفترة في ولاد وكل شيء، سو كنت عم ببني العلاقة مش عرواق سبحارب لوقتي معه. واللي شفته معه أنه يعني بيعطيني حتى الأشياء السخيفة اللي أنا بحبها. يمكن يعني بحب أعمل سبار فبيأمن لي الأشياء، يعني بحب زبط حالي، بحسه بيهتم بالتفاصيل يعني، فبحسه بيعرفني وبيبعت لي هني. مشان هيك أي شيء سعيد بيعطيني إياه هو بونس مش الأساسي، بس يكون مني فيلينج ولا أنا بعرف أنه أنا مش مقضي وقت إناف، ما عم باخد حاجتي بكل النواحي منه. وبحس كل شيء بيزبط، حتى سعيد بصير يفهم علي أكثر لأنه يسوع هو رأسه. أوقات بصير بدي غير سعيد أنا، بلاقي أنه ما بتزبط لأنه أنا دوري يكون عم بخضع له، ولما بخضع له وبعمل الصح بحس الله بغير سعيد بيعطيني احتياجاتي. لكن يسوع بس فتح حياتك وصرت تاخذي هيدا العطف وهالثقه منه حتى تغير. يمكن كنا عم نقول انه ما نسمع كيف تغير علاقتكم ببعضكم ومع ابنكم. صح. سو قبل رح نروح لعند دانييلا، وهيك بدي اسالك، كان عندك مثل كل صبيه احلام وتوقعات من الزواج، هل في اشياء كنت هيك شوي مثل خيبت املك انه ما لقيتيها بالزواج، شو الاشياء اللي بالعكس شفتيها وفرحتي وانبسطتي فيها؟ هلا كان عم بقول اوقات شيء انه عم بقول انه ما كنت تطبخي او تشتغلي هو كان يعمل، انا ما كنت عارفه علاء بيعرف يعمل كل شيء. سو انا اول فتره حسيت حالي فاشله انه ما بعرف لا نظف لا اطبخ لا اعمل، كان كثير صعب علي، فكان هو دعم لإلي. توقعات انه يمكن كان كثير يعمل لي اشياء، وكنت عم تحكي جاسي عن مرحله الافتتان وهيك كان كثير يعمل لي، ما رأيت فتره يعمل اشياء كثير صغيره بس مش مثل قبل. سو كمان هدول الانتمسي، هيدي العلاقه اللي بتكون هيك فيها ما بعرف انتمسي حميمية. كنا اوقات لما بنكون يمكن تعبانين او مجهولين بتروح او بتخف. سو كان عندي توقعات ودائما بدها تكون هيك، وتشز اكيد ما في شيء بيرفكت يعني. صحيح.
فهيدي من التوقعات اللي كان عندي اياها. اوكي. يمكن كان بدي اقول مين اذا هيدي الحماميه اختفت مرات شوي بتروح لانه في ضغوطات. انا بلا ما علاء يخبرني انا بعرف لان جيت كمان من عائله متوسطه على وقت الحرب كمان ماديا قشطت، بعرف الماده شو بتعمل بالرجال. صح. وقتها بيكون عم يركض عليها وعم يتعب بيجي محلات ما بقى عنده قوه، مشان هيك مرات السفرات والاشياء اللي بنطلع فيها على اوتيلات وهيك غير انه اكيد اوقات بالبيت بيكون وقت رائع بس عم نحكي بس بدنا نظهر ننسى السليلار وضغط الشغل بتعمل شيء ما بعرف بالرجال ما بعرف اذا زيت شيء بيصير بيرجع عمره كان 14 سنه بقوته بالرومانسيه وبكل شيء. مين اكثر بيعبر عن الرومانسيه وقتها تكون عم بتروح هو او انت يعني مين بيشتغل على الامور الرومانسيه بحياتك؟ علقنا مع بعض لا بالعكس مر يمكن حسب هلا انا كثير شخص عاطفي يعني ايزي اللي بقدر فرجي هالاشياء سو وكثير بحب هالاشياء يعني انا كمان باخذ مثل قوة القوة وبحب هيك جو الحنان وجو العيلة سو بالنسبة لإلي هيدي بتفرجي عن محبة يعني اذا ما كانت كثير موجودة بحس في ديسكونكشن او بحس انه في شيء غلط سو بسعى دائما انه اكون سباق يمكن بهالاشياء لانه اذا صح هلا وقت بس حسه بعد كثير بحكي انا وياه اعرف عن جد شو فيه سو بعرف انه في شيء يعني اوقات كثير هو بيعمل مبادره اوقات انا يعني كل مره كل مره شيء مفهوم وبعد 16 سنه اذا بنرجع لكم يعني مين بيوعي الثاني على الامور لانه مرات عن جد بدها بلان ما نقعد بس يكثروا الاولاد ويكثروا المشاغل هلا مريان بس كانت تقول لي يا جيسي بلان تعطى نعمل بلان بجن لازم نحط لان انا انسان كثير بحب الكريزي وكثير بحب الامور الرومانسيه ما انا متوقعه بحب اخوت لانه بعقل الناس اللي مثلنا وانا كنت اقول له وين بدها تزبط مع ولد ومع إيه شغل بس انا على القليله يا جيسي بكره بتحكينا عن الموضوع عندنا كثير معك رح يصير مسلسل هذا البرنامج تذكري بتذكر بقول له انه بحب مش انه مثل كانه يلا الليله رح نكون قاعدين رومانسيه بس حالي بالصف بحب انه مثلا يكون الوقت هيك بلا رايحين على السينما ما بدي اقول شيء هلا رايحين ناكل بريستوران وبعدين بحب الامور تصير بالخوات هيك تكون فايتي على البيت مثلا عم تفتح البيت حس انه رايحين ننام اجى الوقت الحلو لا عن جد شو جيسي ما حلو الواحد شو بلان هيدي بلان بدنا نبقى نحكي فيها بلان انه دومان بكره بدك تعمل الدفوار لا منه دفوار هو جمال هو قصص هلا ساكته انت وحضرتي لي دروس نفس الشيء يعني علاء مثلك وانا مثل ماريان الشيء اللي بيصير لما بننضغط وبيصير عجقه اوقات عن جد انا في علاء اصحابي يمكن عم يحضروني بيقولوا انا ظهره ديت مع علاء انه خلص قررنا عائله مره بالجمعه انه نظهر لانه هيدي مهمه بس الديت الثانيه الرومانسيه لازم تكون طريقه هيك غريبه مش انه تعب ونجور يعني اوقات بتمروا الجمعه يمكن ما بتقضي وقت بتنسى كنت عم بسالكم وجاوبت عنكم نحن مع ست اولاد يعني شوي صعب انه نعمل ديت بنتي هي صاحبه هذه الافكار المجنونه انا شوي بعيد يعني شغلي بياخذني بس دائما عندها شيء بنتي ودائما شيز بلانينج يعني هلا قد ايه بتجاوب معها هون بصير طيب انا بدي اعرف منكم انا اذا صار معي هيدا التحدي الاول اللي هو رائع بس عم بحكي على الارض مع كيرت اللي صار مع ابنكم انا يمكن كنت بقول رح وقف ما بقى رح جيب اولاد انتم ما جبتوا الثاني جبتوا ايفن ثلاثه في بنوت صح اوه عملتيها لعبه بحس ايه بقى شو خبروني هل يسوع اعطاكم القوه انه تقولوا بدنا بعد لان هن بركه سعيد هو ما كان تخطيط يعني انا بحس الولد هو نعمه من عند الله يعني هو عطيه من عند الله مش تخطيط ولا استسلمت. ابدا ابدا انا 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 ما اجيب 7-8 اولاد يعني انا بحب العائله الكبيره واو. عن جد بحب العائله الكبيره يعني. هون بيصير الكونفليكت بينهم هذا واحد من الاشياء دائما هلا هو اللي صار انه كيرت بس نعرف انه اوتستيك كان خلقان كيل سو ما كنا عارفين أوكي. بس لخلقة زوي أنا أبداً الموضوع كان أبداً بس لأنه حسيت أنه هو على قلبه وأنا مش قادرة أخذ القرار وكنت صرت بالإيمان صرت صلي قل له قاد أنا مني قادرة أنت بتعرف طاقتي وقدي حاملة بس أنت بتحس أنه أنا لازم يكون عندي ولد خليها تصير بمشيئتك وعن جد يعني نحن صار معنا عجيبة
أنا بحس زوي مجتها هي اللي خلت سعيد يصير بالإيمان. لأنه أنا وقت من 3-4 سنين أكثر فترة، شي 7 سنين صار معي مشكلة صحية وقالوا لي ما بقى بحبل، وكان عيد ميلادي وعيد ميلادي حبلت. ووقتها سعيد قرر يسلم حياته للرب. يعني نحن حاطيه سؤال قلبه، ومن وقتها بلش يشتغل على حاله سعيد، لأنه نحن بحبلي كان كتير قاد معنا. سو منحس أنه إيد الله كانت بتالت بيبي، هو اللي بعتها، مش أنه نحن خططنا. أنا صليت وهو كان على قلبه، بس كل شيء باقي كان وكاي الخلق اوريدي ما كنا عارفين حرام. هو عانى شوي مع تحدي كيرت، لأنه خلق وكنا ضعنا بكيرت وصار شوي على الضغط لكاي. يعني أنا بأكد للمشاهدين أنه ما رح تكون معكم حلقة بس هاي بدنا نتج وصرتوا معودين، لأنه في كتير إشياء حتى في فقرة أسود أبيض فضل اليوم ما نعملها. بركي منرنم ترنيمة أنا وماريان، لأن عم نحكي عن ملك الملوك ورب الأرباب، ومننتقل دغري لجسي تنعمل كمان كونكلوجن. شفتي يا جسي جيتي خربت الدنيا، اجوا الواتسابات خربتي in a good way. بركي قبل ما نحن عم نروح بتقرا كم واتساب مسجز إذا موجود، أو كمان سوري عندنا بدي إلا لبتي في حدا من القلب للقلب بده يحكيها. بركي ما بدي أترك ولا فيديو ما نشوفه، رح نشوف مين من القلب للقلب رح يقول لبتي شيء. أنا بحس إنه الله أوقات بيبعت ملايكة على الأرض تيكونوا عم يهتموا فينا. بنتي أنت ملاك الله بعت لي إياكي. بحس في أشياء كتيرة عن جد مشتركة بيني وبينك. بحسك صريحة، شفافة، عفوية، سنسيتيف. بحس حالي كتير قريبة منك. أول مرة التقيت فيها لبنتي وشفت إنه عندها حالة خاصة بالبيت، فكرت بقلبي إنه هيدي المرة عن جد قد ايه هي تعبانة بحياتها وقد ايه مهمومة وقد ايش عندها حزن. بس لما ظهرنا نحن وياهم شفت ببتي سلام، شفت فرح، شفت بركات، شفت وجود عن جد ابنهم بحياتهم هو بركة بعائلتهم. أنا وزوجي عن جد كتير قراب منهم. بتي وسعيد منحسهم إنه أشخاص منحب كتير إنه نكون عم نقضي وقت سوا معهم. ونشكر الله كل يوم على وجودك بحياتي بنتي، حبك. أول شخص فكر بدي أروح أحكي معه هو بيتي، لأنه كتير بتريحني، كتير بتعطيني هوب، كتير بتروقني، وبترجع هيك بكلمة واحدة برواقة. عندها طريقة بالحكي، عندها تسلسلية بالأفكار، طريقة بتوصل فيها فظيعة فظيعة. بيتي شخص كتير طيب، كتير سنسيتيف، كتير محبة. طريقة مع أولادها أصلاً، تصرفاتها مع أولادها أنه بجننوا الأولاد، بيطلعوكم ضبنات راسكم، بس هي ستيل بتحسوها أنه عم تعطي وعم تعطي. بكلمة صغيرة، بكلمة صغيرة قد ما الوقت ضيق، حب تقولي لهم شيء. تراز هي شخص كتير، هي بتعرف انه انا بحس هالمرحلة الله بعت لي اياها على حياتي. تراز ثانك يو حبيبة على كل كلمة قلتيها. وجودك حدي دايما بيعطيني الفرح، فباخد منك الفرح، وبحس كل التحديات بتصغر بس كون معك. بولا أختي عن جد حبيبي thank you على كل كلمة قلتيها. أنا ماني عارفة هالقد شايفة أشياء، وكتير تأثرت حبيبي. كتير بحبيك وما عندي شيء هلأ أقوله، أنا كتير تأثرت باللي قلتيه. thank you. هيدول الأشخاص اللي مرات عندهم شيء بقلبهم يقولوا لنا إيه، بس ما عم يطلع العالي، بدنا نحنا نطلعه، لأن هيك يسوع بحب. سعيد ما رح أترك الوقت يروح، لو الوقت صار على الآخر بدي أشوف مين بده يقول لك شيء من القلب للقلب. مساء الخير. سعيد صديق مميز، صديق عزيز كتير على قلبي. عن جد بشوف فيك قلب كبير بجسم صغير مثلي أنا، لكن بلفت لي نظري حكمتك وفحصك للأمور قبل ما عن جد تكون عم تحطها أولا بحياتك. وهذا شيء شفته بعلاقتك مع الله، عن جد مكتشفت الحقيقة قدي حبيت وقدي عطيت. أنا ما فيني شوف بي مثلك سعيد، قدي عندك قلب التضحية، قلب العطاء، قلب اللي ما بيوقف إنه عن جد يثابر ليكون عم بيهتم بزوجته بولاده بعائلته، ويكون عن جد عم بيعطي من كل قلبه لكنيسته ولأخواته. الله يقويك يعطيك الصحة ويحميك، مشتقنا لك، إن شاء الله منشوفك قريبا. بونسوار. اليوم حبيت أحكي عن شخص بحبه كتير، بحترمه كتير، سعيد. سعيد هو خي الكبير، القلب الكبير، الحنون الكبير.
سعيد الابن يلي عطول احترم أهله، سعيد البي الحنون يلي بالنسبة له ولاده وعائلته أهم شيء بالدنيا، شخص ضحى كتير للعائلة. سعيد بتمنى لك التوفيق وإن شاء الله يا رب يخلي لك عائلتك وتضل فوق راسهم، وإن شاء الله الله يعطيك أيام حلوة ونضلنا نتعلم منك. يعني أنا زدت من القلب للقلب عليك وعلى عبرت قدي أنت واو. يعني أنا في دموع بعيوني، شو حابب أنت تقلن للأشخاص اللي حكيوا عنك؟ أنا أول مرة بصير في دموع بعيوني. لمفيد بقول له أنت عن جد إنسان كتير مميز، يعني أنت إنسان عن جد بنشوف فيك طباع يسوع، يعني شخص مثابر ست سنين راكد وقت يعطينا الدراسات. أنا بشكر الله لأنه تعرفت على مفيد وعن جد اشتقنا له. ما بعرف الأشخاص التانيين بسرعة هيك لا خيروني بقول له عن جد كتير اشتقت له. نحن ولا مرة كتير هيك بنحكي مع بعضنا، بس بقول له أنا كتير بحبه واشتقنا له كتير كتير، وإن شاء الله إن شاء الله بنشوفه قريبا. سلم حياته ليسوع. Thank you سعيد، الوقت كتير ضيق، يا ريت بعد في كتير وقت. أنا أقرأ واتساب كتير حلو ما إذا عم تقلنا عنه. يلا. Yes. أنا بس بدي أقول. Conclusion. Yes. أنا بس بدي أقول إنه في بنت بعتت إنه هي بتحب يكون عندها شخص بحياتها، ولكن كل ما بتتعرف على شاب الشاب ما بيحبها. عم تشعر شو المشكلة؟ هل أنا المشكلة؟ هل أنا فيني شيء غلط؟ Please أنا كتير بهمني هذا الموضوع، ما بعرف أي كاميرا بدي أطلع. أوكي. كتير بهمني هالموضوع، رح أقلك أنت ما فيك شيء غلط أبدا، ولكن ما عم تعرفي تختاري الشخص المناسب. لأنه في صور بعقلاتنا بيكونوا نحن مكونينهم بطريقة غلط ومننقيهم بالشخص الغلط. سو يا حبيبتي بس بدي أقولك روحي عند حدا قريب تعرفي حتى يساعدك تختاري الشخص اللي بدك تكوني معه حتى يقدر يكملك، لأنه هذا موضوع كتير بهمني. ما بدي الناس تشعر أنه هي فيها نقص، لا أبدا ما فيك نقص. والكونكلوجن اللي بدي أقوله الختام هو عكس ما رواد كان عم يحكي. اوكي على اي موضوع؟ عن الديت. عن الديت. لا انا بدي اقول انا بحب حلو بدنا نتعلم. ما انا بدي اتعلم تشوف. اوكي بس الشخصيه اللي مثل شخصيه رواد بصراحه اللي انا كثير بحبها الدبلوماسيه على واللي هي كثير بتساعد بمراحل من الزواج، بس هيدا نوع من التفكير هو اللي ما بيساعد بانه نحافظ على الحب المتواصل. ليه؟ لانه اذا بدي احافظ على الحب المتواصل يا رواد الدوبامين بالراس ما بيفرز لوحده، بده انه انت تشغله. في اسالك بس سؤال تكون لا حابب اسالها بس تفهم، لا بس تعرف النقطه، هل هي تحضير الوقت الرومانسي كعم نحكي جنس؟ هو انكلودينج، هو انكلودينج، لانه اوقات مع ولد انا بفهم انا مع بور رح نصير انا كنت مثلك. يعني اول ما بلشت ادرس هالاشياء انه بدي احط على الورقه والقلم الوقت اللي بدي اقضيه مع جوزي، انه نو واي تقولوا لي هيك عم تحكي جنس، عم تحكي جنسية، عم تحكي العلاقه الحميميه. العلاقه الحميميه كثير صعب انك تحطها على ورقه، ولكن اوكي مع الوقت لازم يكون في وقت مخصص للزواج. بهيدا الوقت وقت انت بتزرع فيه اشياء حلوه لوحده العلاقه الحميميه رح تكون عم تخلق، مش لانك انت حطيت لها اياها على ورقه. ما بيعني بغير اوقات ما تكون، بس انا عم بقول اتليست مع ضغوطات الحياه مثل كابل مثل علاء مثل بتي وسعيد مثل علاء ودانيال اللي بيشتغلوا كثير، نحن صرنا بوقت بنشتغل كثير مثل حضراتكم اللي انتم بتشتغلوا كثير. سو لازم يكون في ميكس. انا ما عم بقول نلغي العفويه كتير حلوة أوكي، بس أنا عبولي يكون في إلها مقابل. سو دعوتي لكل الناس لنحافظ على الحب المترابط أو الحب المتواصل الصحيح، بليز لازم تقضوا أتليست مرة بالجمعة مع بعض. إذا ما عندكم وقت تسقوا هيدا الزواج وتغزوا هيدا الزواج، هيدي النبتة رح تموت أولا لآخرا. سو بليز مثل ما عنا وقت للولاد للشغل لكل شيء، هيدا المكان الوحيد اعملوا انفستمنت فيه، حطوا استثمار فيه بانه تقضوا وقت مع بعض وتجربوا تحافظوا على العلاقه من كل النواحي. ما رح احكي كثير لانه الوقت خلص، بس ولكن بلكي بحلقات ثانيه بنقدر نعطي تيبس اكثر كيف نقضي هذه الاوقات الحلوه، كيف نرجع نخلي الذكريات حلوه ونخلي النار
والعاني لنحافظ على شيء اسمه حب وتواصل. نتذكر مثل ما قلنا بأول حلقة أنه هيدا العلاقة رح تأثر على كل نواحي الحياة التانية، فإذا أنت ما بدك تخسر شغلك، أنت جيتك، ولادك، بدنا نشتغل ونزرع بهيدي العلاقة. على كل أكيد أنا دراساتي أهم، وأنا رح أعمل حلقة كاملة عن هيدا الموضوع. ركزت على خاصة أنه قبل ما يفوتوا بالرومانسية الجنس لازم يكون على الورقة في تسلاية ومن بعدها، مش أنه يلا هلأ باي خلصت قصتنا بدنا نتصور سيلفي سوا ونتصور منقوم كلنا يلا يا. حبيتك وابتدت قصتنا، نطرتك لنعيش سوا فرحتنا. حبيتك وابتدت قصتنا، نطرتك لنعيش سوا فرحتنا. بالأفراح وبوقت الضيق رح بتكون أقرب صديق.